السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم معلمة مادة الرياضيات للصف الرابع الأساسي رشا أبو العطا من روضة ومدارس قرطاج الدولية. اليوم سنكمل إن شاء الله بدرس جديد وهو التحويل بين وحدات قياس الطول، لكن قبل البدء بالدرس عليكم طلابي وطالباتي في الصف الرابع، سأطلب منكم فتح كتابكم التمارين صفحة 36 لنحل الواجب. التحدي الأول، استخدم المسطرة لقياس الطول ثم أكمل الفراغ في الجدول الآتي بما هو مناسب. تم تعديل حل هذا السؤال نظرا لاختلاف قياسات النسخة الإلكترونية لدي، فقياس البرغي هو 20 ملم وبالرموز أيضا 20 ملم، قلم التلوين 12 سنتيمتر وقلم الرصاص 16 سنتيمتر. التحدي الثاني، استخدم المسطرة لقياس طول الأقلام فيما يأتي ثم أحوط الأقلام الثلاثة التي تساوى في الطول. عند استخدام المسطرة سيكون طول القلم الأول 12 سنتيمتر وطول القلم الثاني هو 5 سنتيمتر وطول القلم الثالث 8 سنتيمتر والرابع هو 12 سنتيمتر وأيضا الخامس 12 سنتيمتر. إذن نضع دائرة نحوط على أي هذا القلم وهذا القلم وهذا القلم لأنهم نفس الطول. في الدرس السابق تعرفنا رابع على وحدات قياس الطول وهم الكيلومتر والمتر والديسيمتر والسنتيمتر والمليمتر والوحدة المناسبة لقياس أطوال الأشياء من حولنا. في درسنا اليوم إن شاء الله سنتعلم كيف نحول من وحدة إلى وحدة من وحد قياس الطول. هلأ رابع، عشان نعرف نحول بين وحدات القياس لازم نتعرف على درج اسمه درج التحويلات، ومن دون هالدرج يا رابع ما بنقدر نحل. هذا الدرج بنحط عليه وحدات القياس للطول وهم الكيلومتر، المتر، الديسيمتر، والسنتيمتر، والمليمتر. بنرتبهم من الكبير للصغير، يعني من الكيلومتر للمليمتر. بدي منك رابع انك تعرف انه كل درجة بهذا الدرج هو عبارة عن 10، ولاحظ انه الكيلومتر بترك بينه وبين المتر درجتين لأنه الكيلومتر كبير ما حدا بيقدر عليه. هذا درج رابع مهم كثير بالتحويلات. هلأ وإحنا نازلين بهذا الدرج بنضرب، ليش؟ لأنه منحول من الكبير للصغير، يعني لو بدنا نحول من الكيلومتر للمتر بنضرب. وإحنا نازلين شمالنا رابع بنضرب. بدي أحكي لك معلومة إضافية، هاي مو مطلوبة بدرسنا. لما نحول من الصغير للكبير، يعني لما بدي احول مثلا من المليمتر للسنتيمتر، هلا انا هون حولت من الصغير للكبير يعني طلعنا، ايش بنعمل؟ بنقسم. بس انا اللي بدي اياك تعرفه انه احنا لما ننزل على الدرج، يعني لما انزل من الكبير للصغير بدنا نضرب، وكل درجة هي عبارة عن 10، كل درجة هي عبارة عن 10. لنتابع السؤال الآتي. السؤال هو 1 ديسيمتر يساوي كم سنتيمتر؟ إحنا ما بنعرف نحل هيك مسائل يا رابع غير بوجود الدرج. فأول شيء بنعمله هو إنه نرسم درج. بعد خطوة رسم الدرج بدي منك تعرف شغلة. أنت دائما بتكون واقف هون. أنت وين دائما بتكون واقف؟ هون. يعني حسب سؤالنا انت واقف عند الواحد ديسيمتر وبدك تروح لوين؟ لعند السنتيمتر. هلا مشان نعرف كيف بدنا نحول لازم نروح على الدرج، هو اللي راح يساعدنا. الدرج ماله؟ هو اللي راح يساعدنا. بحكي لنا تعالوا انتوا وين واقفين؟ بنحكي له احنا واقفين عند الديسيمتر وبدنا نروح لعند السنتيمتر. بقولنا بدي منكم شغلة. أول إشي إنكم تتذكروا إنه كل درجة عندي إياها بعشرة، ولما تنزلوا
بدكم تضربوا. طيب احنا هون شو بدنا نعمل؟ بدنا ننزل. وشو يعني كلمة بدنا ننزل؟ يعني بدنا نضرب. تمام. هلأ كم درجة بدي أنزل؟ ممتاز، درجة واحدة. طيب الدرجة الواحدة عند الدرج بكم؟ بعشرة. تمام، الدرجة الواحدة عند الدرج بعشرة. طيب مين اللي رح أضربه بعشرة؟ العدد اللي رح أضربه بعشرة هو اللي أنا واقف عنده هلأ، وهو الواحد. وهو مين؟ الواحد. فبحكي واحد ضرب عشرة ويساوي عشرة سنتيمتر. إذن الواحد ديسيمتر يساوي عشرة سنتيمتر. نتابع. على رابع راح أحكي لكم إشي عن الدرج، وهو إنه عدد الدرجات ممثلة بعدد الأصفار. كيف يعني؟ مثلا أنا عندي العشرة، العشرة كم صفر إلها؟ صفر واحد، معناها بدرجة واحدة. مثلا المية، كم صفر للمية؟ صفرين، إذا هو عبارة عن درجتين. الألف، كم صفر إلها؟ ثلاث، واحد اثنين ثلاث، إذا هو عبارة عن ثلاث درجات. الآن لننظر السؤال التالي، 2 كيلومتر يساوي كم متر؟ رابع، إحنا متفقين إنه أول إشي نرسم الدرج، تمام؟ ثاني إشي أنا بكون واقف وين؟ عند 2 كيلومتر، وين بدي أروح؟ عند المتر. علشان أعرف أحل بروح على الدرج. الدرج هو شماله رح يساعدنا. بحكي لنا الدرج انتوا وين واقفين؟ بنحكي له احنا واقفين عند الكيلومتر وبدنا نروح للمتر. تمام. هلا شو بدنا نعمل؟ بدنا ننزل ولا بدنا نطلع؟ ممتاز، بدنا ننزل من عند الكيلومتر لعند المتر. وش يعني كلمة بدنا ننزل؟ يعني بدنا نضرب. تمام. هلا كم درجة بدي انزل؟ خلينا نعد، درجة، درجتين، ثلاث. إذا أنا بدي أنزل ثلاث درجات. طيب الثلاث درجات هي عبارة عن ثلاث أصفار، يعني عبارة عن ألف، فبحكي ضرب ألف. طيب مين اللي رح أضربه بألف؟ اللي هو العدد اللي أنا واقف عنده هلأ، اللي هو الاثنين، فبحكي اثنين ضرب ألف. هل أخذنا هاي كيف نضربها؟ شو بحكي؟ أول إشي بنزل الأصفار، واثنين في واحد اثنين، إذا ألفان متر. عليك يا عزيز الطالب بفتح كتابك صفحة 38 لنحل التحدي الثاني. التحدي الثاني، الفرع الأول، اكتب في الفراغ العدد المناسب لتصبح العبارة صحيحة فيما يأتي. عليك بحل الفرع جيم الآن. أنتم بارعون يا ملوك المدرسة، فلعلكم أجبتم أننا من دون الدرج لا نستطيع أن نحل هذه الأسئلة، فعلينا برسم الدرج. وبعد رسمنا للدرج نأتي ونقف هنا، أي عند 3 ديسيمتر، وسنذهب إلى المليمتر. فبمساعدة الدرج نقف عند الديسيمتر وسنذهب إلى المليمتر. فعلينا بالنزول، أي أحسنتم، سوف نضرب. لكن بكم سوف نضرب؟
نحن سننزل درجتان، واحد اثنان، واحد اثنان. إذن درجتان في الدرج أي معناها أنتم رائعون 100، لأن لدينا صفران أي درجتان. ومن العدد الذي سوف نضربه في 100؟ ممتاز، إذن العدد الذي سنضربه ب100 هو 3. فنقول أن 3 ضرب 100 يساوي 300. إذن 3 ديسيمتر يساوي 300 مليمتر. الآن عزيزي الطالب، دعنا نتتبع الفرق الثاني من السؤال، وهو اكتب العدد المناسب في كل فراغ مما يأتي. في ألف، نلاحظ أن 6 متر أمامها طريقان، إما طريق المليمتر أو طريق السنتيمتر. رابع، الأفضل والأسهل لنا أن نختار الوحدة الأقرب للمتر، فالوحدة الأقرب للمتر هي السنتيمتر، فسنسلك طريق السنتيمتر، أي نقول 6 متر يساوي كم سنتيمتر، ومن سنتيمتر نحول إلى المليمتر، أي لو تتبعنا الفرع جيم، في الفرع جيم 2.5 كيلومتر يساوي ديسيمتر أو متر. من الأقرب له؟ من الأقرب للكيلومتر؟ هو المتر، فنحول من كيلومتر إلى متر، ومن متر إلى ديسيمتر، أنت مخير. الآن نتتبع حل السؤال ب. في الفرع ب لدينا أيضا طريقان، 6 كيلومتر يساوي متر أو بالسنتيمتر، فالأقرب للكيلومتر هي المتر، فنختار الطريق المتر، فنقول 6 كيلومتر يساوي كم متر، والجواب الذي يطلع معنا بحكي كم يساوي سنتيمتر. لنتتبع. عزيزي الطالب، في هذا السؤال لدينا طريقان، الطريق الأول علينا أن نحول من الكيلومتر إلى المتر، والطريق الثاني علينا أن نحول من المتر إلى السنتيمتر، أي نقول 6 كيلومتر يساوي كم متر؟ كما تعودنا علينا أولا برسم الدرج، ومن ثم نقف هنا ونقول نحن واقفون عند الكيلومتر وسنذهب إلى المتر، فبمساعدة الدرج أنا أقف هنا عند الكيلومتر وسأذهب إلى المتر، لكن ماذا سوف أفعل؟ سأصعد أم سأنزل؟ أحسنتم، سأنزل أي سأضرب. كم درجة سننزل؟ لنعد، درجة، درجتان، 3، درجة، درجتان، 3، وثلاث درجات بثلاث أصفار أي ضرب 1000. حسنا، من الذي سوف نضربه ب1000؟ العدد الذي أقف عنده الآن، وهو أبدعتم، 6. فنقول 6 ضرب 1000 ويساوي 6000 متر. سلكنا الطريق الأول وهو 6 كيلومتر يساوي كم متر، فأجبنا 6000 متر. الآن علينا بسلك الطريق الثاني. الطريق الثاني أصبح لدينا 6000 متر، نريد أن نحول المتر ل السنتيمتر، فنقول علينا أيضا برسم الدرج، نحن نقف هنا أي أننا واقفون عند المتر وسنذهب إلى السنتيمتر،
هسه ننزل درجة درجتان، معنى كلمة سننزل أي سنضرب، ودرجتان أي بصفران أي مئة، صفران أي أنه مئة، والعدد الذي سنضربه بمئة هو العدد الذي أقف عنده الآن وهو 6000. رائعون. إذن نضع 6000 ونقول الضرب كريم، تذكر أن الضرب كريم. كم لدينا صفر؟ نعد، 1 2 3 4 5. إذن علينا بتنزيل 5 أصفار، 1 2 3 4 5، ونقول 6 ضرب 1 ويساوي 6. إذن فيصبح الناتج هو، اقرأ، 600000. إذن رابع، لنتتبع حل السؤال الأول صفحة 38، وهو أصل فيما يأتي بين قياس الطول وفي الصف الأول والقياس المساوي له في الصف الثاني 3 كيلومتر. أولا نبحث عن العدد 3 في الصف الثاني. العدد 3 في الصف الثاني موجود في 3000 متر و30 سنتيمتر، لكن هل يعقل أن يكون 3 كيلومتر 30 سنتيمتر؟ لا، فيكون الجواب 3 كيلومتر نصله مع 3000 متر، 23 متر ويساوي 2300 سنتيمتر، 77 سنتيمتر ويساوي 770 مليمتر، 84 كيلومتر ويساوي 84000 متر، وأيضا 3 ديسيمتر ويساوي 30 سنتيمتر. الآن رابع، سأكلفك بحل التحدي الثاني بفروعه جميعها ما عدا جيم، وأيضا الفرع 2 ألف وداء. إلى هنا وتنتهي حصتنا هذه، بأمل اللقاء معكم مجددا طلابي وطالباتي في الصف الرابع.